أعزائي مشاهدين قناة مهندس موقع جودة كهرباء، اليوم سنتابع حديثنا عن خطوات إصلاح كيبل دي تي اس، وهو تكملة للفيديو السابق. الفيديو السابق كان هو عبارة عن مشاهدة من أرض الواقع، والآن سنتحدث أكثر بشكل تفصيلي عن خطوات إصلاح هذا الكيبل. طبعا في البداية الكيبل عندما يتعرض لعطل كيبل دي تي اس هناك نوعان من الأعطال لهذا الكيبل. الأول وهو حصول انحناء في هذا الكيبل أي بندينج، والثاني هو قطع في داخل الكيبل أي الكور داخل الكيبل مقطوع أي cut point. ما سبب الانحناء في البداية؟ السبب كما نعلم أن كيبل دي تي اس يكون ملاصق لكيبل الطاقة الباور، وهذا كيبل الطاقة الباور مساره ليس دائما مستقيما، يكون هناك انحناءات بزوايا معينة. فإذا كان أثناء سحب كيبل الدي تي اس تم انحناء هذا الكيبل بزاوية أكبر من الزاوية التي يتحملها هذا الكيبل، طبعا هذه الزاوية تكون مرفقة في المواصفات لهذا الكيبل أو الداتا شيت، وسنتكلم عنها لاحقا عندما نتكلم عن موضوع الجودة أو الكواليتي أو الكواليتي انجينير، ما هي المهام المطلوبة منه. فهناك نصف قطر انحناء لهذا الكيبل يجب أن لا يتجاوزه هذا الكيبل، فإذا تجاوزه فإنه يحصل ضغط على الكور في داخله مما يؤدي إلى فقدان في قوة الإشارة الضوئية المرسلة خلال هذا الكور، أي يحدث تضعيف لهذه الإشارة. هذا من ناحية الانحناء. الكت بوينت هو حالة حادة أكثر، أي تعرض الكيبل لانحناء أقوى شديد جدا أدت إلى كسر في داخل هذا الكور. الأسباب الأخرى الخارجية، ممكن أن هذا الكيبل قد وقع عليه شيء، أو ممكن هذا الكيبل كان موجودا تمت عليه عملية حفر، أثناء الحفر أيضا تم ضرب هذا الكيبل يعني بأي طرف حاد لآلة الحفر أو أي شيء آخر، أيضا ممكن أن يتعرض لضغط أو قطع. طبعا حالات كشف القطع أو الانحناء هناك طريقتين. الطريقة الأولى هي الفحص المرئي أو الـ Visual Inspection، والطريقة الثانية هي عن طريق فحص هذا الكيبل بجهاز الفحص الـ OTDR كما شاهدنا في الفيديو السابق، والذي يعطيك أماكن وجود الانحناءات العالية أو إذا هناك كسر أو قطع في هذا الكيبل. طبعا الكشف المرئي هي تكون بعد سحب هذا الكيبل، تقوم بعمل جولة على هذا الكيبل بالعين المجردة وتستخدم أيضا اليد، فتجد أن هناك مكان يوجد انضغاط فيه ملحوظ، فهنا أنت يدخل الشك بأن هذه النقطة هي ممكن أن تكون تعرضت لانحناء بندينج أو انحناء حاد كسر في الداخل كات بوينت، فتحتاج لإجراء فحص للكيبل للتأكد أن هذه النقطة سليمة أو لا. طبعا ما قمنا به في الفيديو السابق أننا بالفحص المرئي وجدنا هناك انحناء ضغط على هذا الكيبل، وبعده قمنا بفحص الكيبل فأعطانا المسافة لهذا العطل، وتأكدنا من أن هذه النقطة التي شاهدناها بالعين المجردة هي نفس المسافة التي أعطانا إياها جهاز الفحص الـ OTDR.
بعد أن تكشف العطل وتحدد مكانه، المطلوب أن تخرج هذا الجزء الذي فيه انحناء أو قطع، فنقوم بقص الكيبل قبل نقطة الكسر أو الانحناء وبعده، يعني بحوالي 20 سنتي 30 سنتي متر، لا يوجد مشكلة. بعد أن نخرج الجزء كما قلنا في الفيديو السابق، الجزء فيه مشكلة، نقوم للتأكيد بفحص الكيبل من الطرفين، من طرفي القطع، للتأكد أنه لا يوجد أي قطع قريب. وبعد أن نتأكد أن الكيبل سليم، نقوم بعمل جوينت أو وصلة للكيبل، وسنشاهده إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. الآن الكلام عن أنني قمت بفحص الكيبل عن طريق جهاز الـ OTDR، وسنتكلم عنه أيضا لاحقا. ونتيجة الفحص تظهر على هذا الجهاز، وهي على الشكل الواضح في الصورة أمامكم. اليوم سنتعلم ولو بشكل بسيط القراءات لهذا الفحص أو نتيجة الفحص، وكيف أستدل على أن الكيبل سليم أو يوجد فيه عطل في مكان آخر. طبعا نشاهد في البداية أولا السبان لينث، أي الطول الكلي. الطول الكلي هنا الطول الكلي 8 كيلو متر. طبعا يجب أن أعرف كم الطول الكلي للكيبل قبل فحصه، لأنه فرضا لو كان الطول الكلي لدي 9 كيلو متر والجهاز أعطى 8 كيلو متر، أي أنه هنا يوجد قطع في الكيبل حتما عند 8 كيلو متر، لأن الإشارة لم تصل إلا ل8 كيلو متر، فيوجد قطع، لذلك الإشارة لم تعبر إلى نهاية الكيبل، أي إلى 9 كيلو متر. هذه المعلومة الأولى التي تدلني هل هناك قطع في الكيبل أو لا. الحالة الثانية والتي قلنا عنها الانحناء، والذي قلنا نتيجة الانضغاط الناتج عن هذا الانحناء يسبب تضعيف لهذه الإشارة، أي يسبب خسارة في الإشارة الضوئية التي تعبر هذا الكور أو كيبل الدي تي اس. فهنا نشاهد ظهرت معي كلمة لوس، أي الضياع. طبعا هنا الافريج لوس، أي متوسط الضياع على كامل مسار الكيبل. لكن ما يهمني الآن الضياع في كل نقطة يوجد فيها انحناء، كيف أعرفها من هذا المنحني؟ كما تشاهدون من هذا المنحني الكيبل طوله 8 كيلومتر، كما نلاحظ هنا بدأ الترقيم من الصفر وانتهى بالرقم 8، فالمحور X أو الأفقي هو للطول، المحور العمودي عليه هو للضياع وواحدته ديسيبل دي بي كما نشاهد. الآن سنشاهد ما هي هذه الأرقام 2 3 4 5 6. رقم 2 فقط لو نزلنا إلى الأسفل سنجد أن هناك جدول يحدد الضياع ومسافته، هذا هو الرقم 2، وهنا اللينس بالكيلومتر أي الطول، نلاحظ هنا 0.5 أي نص كيلو تقريبا، هنا الرقم 2 بعد 500 متر يوجد عندي كما نشاهد
اللوس الضياع بالديسيبل وقيمته 0.548 ديسيبل. طيب عندنا الرقم 3 0.920، يعني بعد 920 متر يوجد أيضا عندنا هنا ضياع 0.072، هنا ضياع بعد 2.01 أي 2 كيلو متر، وهو رقم 4 الضياع 0.07، وهكذا بالنسبة لرقم 5 ورقم 6 ورقم 7. فإذا هذه الأرقام التي على المنحني وهو يسمى التريسينج أي التتبع، هذه الأرقام 2 3 4 5 6 هي توضح أماكن وجود ضياع في الإشارة الضوئية. السؤال هنا، هل كل هذه الأماكن يلزمنا أن نقص الكيبل قبل هذه النقطة وبعدها ونعمل وصلة؟ الجواب لا، هناك نسب مقبولة للضياع إذا تجاوزها فإنه يجب عمل وصلة للكيبل. القيمة المطلوبة والتي هي يجب ألا يتجاوزها الضياع هي عبارة عن 0.05 بشكل عام، 0.05 ديسيبل، 0.05 ديسيبل. ولكن كناحية عملية من 0.05 حتى 0.15 فإن القيمة تعد مقبولة. يعني هنا لو لاحظنا رقم 6 والذي هو بعد 3 كيلومتر عندي ضياع بقيمة في الإشارة 0.12 أي أقل من 0.15 ديسيبل، فهنا لا نحتاج إلى عمل وصلة. ولكن مثلا نشاهد بعد 500 متر أي 0.534 كيلو أي 500 متر تقريبا، هنا عندي الرقم 0.548 أي تجاوز 0.15، فهنا علينا أن نبحث عن هذه النقطة أي بعد 534 متر ونقوم بقص الكيبل قبلها وبعدها وعمل وصلة. طبعا عندما تبحث عن هذه النقطة 534 متر، طبعا كيف يكون البحث؟ كل كيبل عليه رقم كل واحد متر، يعني الكيبل يبدأ من الرقم صفر مكتوب على الكيبل على الغلاف الخارجي الرقم صفر، بعد 1 متر مكتوب عليه الرقم واحد، بعد 1 متر الرقم 2 وهكذا. فأنت تشاهد تذهب وترى الرقم عند بداية الكيبل ما هو الرقم الموجود، ثم تضيف له 534 متر، ثم تذهب لتبحث بشكل تقديري عن وجود الرقم 534 متر. وممكن أن لما تذهب لتبحث بشكل تقديري ممكن أن تجد الرقم 500 أي معناها أنك قريب، ف أيضا تحاول البحث بعد حوالي 30 متر لتجد هذا الرقم. الغاية أنا فقط أنه عندما تبحث عن هذا الرقم وتجده يجب أن تلاحظ شيء عند الرقم 534
أو قبله بـ4 أمتار أو بعده بـ5 أمتار، لأنه يوجد هامش خطأ في فحص الجهاز. فيجب أن تشاهد أن هذا الكيبل هناك نقطة فيها انحناء، فيها ضغط زائد، لتتأكد أن هذه هي النقطة المطلوبة، وفي معظم الأحيان ستشاهد ذلك. طبعا أنا تكلمت عن أن المطلوب هو 0.05، ولكن حتى 0.15 مقبول. لماذا؟ لأنه في النهاية يهمنا أن مجموع هذه الضياع في الإشارة رقم 2 3 4 5 6، يهمنا المتوسط لهم الأفريج لوسز، يكون هناك قيمة مقبولة وهي 2.4 أقصى شيء. هذه اللي تكلمنا عنها الأفريج لوسز. فإذا كان الأفريج لوسز 2.4 وأقل، فالإشارة ستصل إلى الطرف الآخر دي الكيبل ضمن الحدود المقبولة. فلذلك إذا كان عندك هناك نقاط يوجد فيها ضياع في الإشارة، مثل الرقم 2 يوجد ضياع عالي في الإشارة وهو 0.5، ولكن المعدل أو المتوسط هو ضمن الحدود المقبولة، فأحيانا لا نقوم ب قص هذه النقطة اللي هي عند الرقم 2 بعد 500 متر وإصلاحها. طبعا التشبيه للموضوع هي كطالب شهادة عامة مجموعه في المواد جميعا هو ضمن القيم المقبولة، ولكن يوجد هناك مادة أو مادتين العلامات فيها متدنية، فطالما مجموعه العام ضمن القيم المقبولة يعتبر ناجح. فلا ننظر إلى المادة أو المادتين التي علاماته فيها متدنية. نفس المبدأ هنا بالنسبة لكيبل الـ DTS. طبعا الآن أيضا نريد أن نعرج على نقطة أخرى. قلنا أن هذا الكيبل مهمته هو تحسس الحرارة التي تنتشر عبر كابل الطاقة الملاصق له. كيف يستدل عليها؟ الآن لنعتبر أن هذا هو منحني الكيبل الـ DTS الملاصق لكابل الطاقة الباور كيبل قبل تشغيل الباور كيبل، أي قبل مرور التيار في كيبل الطاقة. فهذا المنحني أنا أحفظه لدي، وعند تشغيل كيبل الباور سنشاهد أيضا أن هذا المنحني هل هو استمر بنفس الشكل أو لا. طبعا عند زيادة الحرارة في الكيبل الباور نتيجة حمل زائد فرضا عليه، قلنا أن الإشارة الضوئية ستمتص هذه الحرارة، أي ستمتلك طاقة، وبالتالي مسارها سيختلف، ستتعرض إلى انعكاسات وارتدادات بعضها باتجاه المنبع، أي أن شكل هذا المنحني التريسينج سيتغير، وبالتالي عندها توجد أجهزة تقارن هذا المنحني الأصلي، وفي حال تغيره نتيجة زيادة الحرارة، وبالتالي على المنحني الآخر أيضا سنقارن النقاط بالضبط أين تغيرت، وبنفس الطريقة سيعطينا أيضا جدول يعطيك المسافة التي تغيرت فيها عن المنحني الأصلي. لأفترض هنا عند 534 متر تغيرت هنا الحرارة، فمباشرة أي هنا لدينا مشكلة في الكيبل،
ويتم بعدها معالجة الأمر أو التدقيق عند هذه النقطة، هل توجد وصلة أو ماذا يوجد عند كيبل الباور عند هذه المسافة لمعالجة الأمر. طبعا هذا الفيديو مخصص لقراءة هذا المخطط، أو بالأحرى هو عبارة عن الريزلتس أو النتائج لاختبار الكيبل الدي تي اس، وهو كما سميناه هو هنا التريسينج، أي تتبع. وقلنا أنه يوجد عليه النقاط التي تحدد الأماكن التي فيها ضياع، أو أحيانا يسموها الاتينيويشن للإشارة الضوئية التي تعبر الكيبل. وقلنا يمكننا تحديد هل يوجد قطع أو كسر في الكيبل عن طريق معرفة الطول الكلي، فكيبل طوله فرضا 600 متر، وبعد الفحص أعطى أن الطول الكلي كما قلنا هنا السبان لينث 350، والطول في الأصل 600، أي عندنا النقطة 350 متر يوجد قطع للكيبل، أي الإشارة وصلت نهايتها إلى عند 350 متر ولم تستطع أن تصل إلى النهاية إلى 600 متر بسبب أنه يوجد قطع. طبعا طريقة إصلاح القطع نفس طريقة إصلاح البندينج أو الانحناء، أيضا نقوم بالقص قبل أو بعد القطع وعمل وصلة للكيبل. هذا فكرة بسيطة، إن شاء الله سوف يتكرر هذا الموضوع أيضا بعد أن نقوم بعمل وصلة لنتأكد أن الوصلة قد قمنا بعملية اللحام بين طرفي الكيبل بالشكل الصحيح. نقوم أيضا بفحص الكيبل مرة أخرى لنتأكد أنه لا يوجد مشكلة في اللحام في داخل الوصلة. فإن شاء الله هذا المنحني وهذا التريسينج سيتكرر أكثر من مرة، وبعدها إن شاء الله تتوضح الأمور بشكل أكبر وتكون الأمور سلسة بشكل كبير. أشكر لكم متابعتكم أعزائي المشاهدين، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك، وإن شاء الله انتظرونا في كل جديد.